أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى الفضائية الرامية من ديترويت، معكم خادم الرب الأخ عطا ميخائيل في برنامج خاص في هذه الأمسية، وحياة معي ضيفي كريمة أتتنا من تورونتو. أهلا فيك، أهلا وسهلا فيك أختي أنصاف صفو، أهلا وسهلا فيك وهلا نيل. رح ندخل ندردش بدردشة مع بعضنا البعض وحتى نتعرف عليك ونعرف الجمهور عليك اللي عم يشاهدونا الآن. اليوم الحلقة بنعمة الرب رح تكون مخصصة فقط للعمل الإرسالي، العمل الإرسالي وخصوصا بشكل عام وخصوصا بشكل خاص لشرقنا العربي، هذا العمل الإرسالي العظيم اللي الرب أمرنا فيه. حقيقة بدي أقول لكم شيء، أنه هذه وصية الرب قبل ما يمشي ينطلق الرب الحبيب إلى السماء، بيقول في آخر إنجيل متى: فتقدم يسوع وقلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، أمين. وأيضا الرسول بولس يكتب لنا في رسالة رومية بيقول: لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهود واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل من يدعو باسم الرب، يعني هيدا الإنجيل بشكل عام وبشكل خاص، كل من يدعو باسم الرب يخلص. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. أمين. وأخت أنصاف أهلا وسهلا بك إلى ديترويت وإلى الفضائية الرامية. وأنا قلبي بيكبر كتير هيك، بس اتقابل مع مرسل أو مرسل، لأنه أنا مرسل صار لي 33 سنة في الإيمان، صار لي 22 سنة خادم، وصار لي 22 سنة بأسس كنايس، والرب عم يستخدمني برحمته أيضا في سفرات كثيرة، في إرساليات عديدة، وهلا بنحكي بندردش مع بعض عن هذه الإرساليات. ولكن هلني بهمني أنا أعرف عنك ويعرف الجمهور والمشاهدين عنك حضرتك أنصاف صفو. خبرينا أول شيء، شو علاقتك بالإرساليات؟ شو مع مين عم تشتغل؟ نعم. وشو عم تشتغل كعمل إرسالي مسيحي؟ آمين. أنا تركت العراق بال 94 مع زوجي وأولادي 2، رحنا إلى تركيا. انتظرنا 7 سنين في تركيا لغاية ما صارت أوراقنا ووصلنا إلى كندا. خلال فترة وجودنا في تركيا كان أكو عراقيين لاجئين كثير في تركيا. بدينا بايبل ستدي صغير في بيتنا، وكبر صار إلى كنيسة كبيرة تخدم وسط المهاجرين اللاجئين في تركيا. يعني أنت ما جددتي في تركيا، مجددة في العراق؟ لا، أنا في العراق، أنا صار لي 25 سنة مع الرب. أوكي، ووين كنت في العراق؟ في كركوك. في كركوك. في كركوك. أمين. مشواري مع الرب إلهي أمين وحلو، يعني رائع. رب طيب. رب يسوع، ماكو أحلى من يسوع. في تركيا صار عندنا خدمة مع العراقيين المهاجرين، وبعدين بعد ما وصلنا إلى كندا وبقى قلبي معلق في العراق. ظروف العراق صعبة، وفي كل بيت عراقي من سنة 80 ولغاية الآن العراقيين مجروحين تعبانين. في كل بيت أكو وفاة، أكو سجين، أكو مهاجر، أكو أسير، أكو أرملة، أكو يتيم، جرح في كل بيت عراقي، أكو جرح وأكو ألم وأكو دموع وأكو حزن. لكن الحل الوحيد لهالناس هو يسوع، لأنه يسوع وحده هو بس اللي يقدر يشفي ويقدر يريح ويقدر يعطي سلام ويقدر يحرر ويغير الحياة. فوضع الشعب تعبان، لكن الرجاء الوحيد هو يسوع. العلاج والدواء الوحيد هو يسوع. أمين. أمين. ماكو غير يسوع. نعم. وأكو آية، هاي الآية الرب عطاني إياها يعني مرات عديدة وأنا في تركيا، بس ما كنت أفهمها، لكن بعدين فهمتها لما حان الوقت، اللي هي في إرميا 28 29 11.
لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم، يقول الرب، وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليها، يقول الرب، وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه. لو نشوف الآية ونشوف العراقيين، نشوف العراقيين مشتتين، نعم، في كل الأمم وفي كل المواضع، في كل دولة تلقي عراقي، في كل كام تلقي عراقي، إذا كانوا مهاجرين، إذا كانوا مستقرين، فهم غرباء ونزلاء، يعني في كل بلد بالعالم راح تلقي عراقيين نتيجة الوضع. لكن الرب يقول الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم أفكار سلام لا شر، ليعطيكم آخرة ورجاء. لكن أكو سر في هذه الآية أحبه كثير، في 13 يقول وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. ما قال بكل قلوبكم، قلب فرهية. يعني قلب واحد. الرب يريد يكون عندنا قلب واحد غير مقسم، فكر واحد، حب واحد، وما ممكن يوحد القلوب غير يسوع. أمين أمين أمين. من هون يعني من هالفكرة انطلقت رغبتك القلبية وشهوتك القلبية أنك تخدم الرب كمرسلة. أمين. أوكي ده صار لي، تفضلي. وشيء مهم أنه لما أنا يعني من كندا أريد أقول الواحد عايش في العراق في ظروف اللي كل الناس تعرفها، ظروف العراقيين، لما أريد أقول له يسوع يحبك، حتى لو اشتريته أغلى كارت من أحسن مكان وكتبته بقلم من ذهب يسوع يحبك وأرسلتونه بالبريد، صدقني ما رح يكون مؤثر بنفس القيمة مثل ما أنا أروح بنفسي شخصياً. شخصياً وأقعد معاهم وأشرب شاي أو أكل لقمي وأقول له يسوع يحبك، رح يصدقني أكثر ويثق بي. ليش؟ لأنه أنا ما دا أحكي ويانه من مكان آمن، لكن أنا دا أحكي مع عانه من بيته، حطيته نفسي بنفس الظروف اللي هو عايش بيها، ودا أكل من أكله ودا أشرب من شربه، والمصير اللي راح يواجهه في تلك اللحظة راح أواجهه معانه، فهون الثقة راح تزيد وراح يقبل يسمع مني. فلهذا السبب كثير مهم إنه إحنا نروح بنفسنا ونقول للناس إنه رب يسوع يحبكم. هو ترك السماء، ترك عرشه وجاء قال لنا إنه الله الآب يحبكم، فإحنا منه نتعلم. نعم، نشكر رب، نشكر رب. طيب شو هي بالتحديد نوعية خدمتك؟ سمعنا هلأني بشكل عام الاحتياج الموجود في العراق، الأرملة والمريض وال يعني يعني احتياجات رهيبة. نعم. حقيقة أنت قلتي كلمة إنه قلبك متعلق بالعراق، أنت كعراقية قلبك متعلق بالعراق، أنا كلبناني قلبي دايب في العراق. ربي يباركك. ربي يخليك. فالعراق بيعني لي الكثير، وبالإضافة إلى ذلك الكنيسة اللي أتمنى عليها الرب هون في ديترويت 70-80-75% منها عراقيين. يعني وهذا بيفرح قلبي إنه الشعب العراقي منفتح لاستيعاب كلمة الله ولسماع هذه الكلمة والتمسك بهذه الكلمة وبشخص الرب يسوع المسيح. طيب شمعنا عن الاحتياجات بشكل عام؟ طيب بالتحديد شو هي مهمتك؟ شو أنت موكلة إنك تعملي في هذا الخصوص؟ شفنا الاحتياجات وأنت حاضرة، هل أنت وحدك عم تشتغل ولا مع فريق عراقيين؟ إحنا مجموعة من عراقيين. نعم. من كل الكنائس. نعم. لكن كلتنا يجمعنا واحد محبة الرب يسوع في قلبنا. نصلي للعراق من فترة طويلة، والرب جمعنا كلنا مع بعض، غمر ينادي غمر. نعم. لحد ما التقينا في مجموعة نصلي كل يوم أربعاء من أجل العراق. أمين. نرفع العراق نظر، نرفع الوضع في البلد أمام الرب، ونثق إنه الرب عنده أفكار سلام لا شر من ناحية العراق. هذا ثقتنا يعني ثابتة، ثقتنا أكيدة. ليش؟ لأن إحنا من نجي نصلي لإله حقيقي، إله موجود، إله قيامة، إله انتصر على الموت، على القبر، على الأكفان، إله عايش فيما بيننا، كلية القدرة، ويحبنا وعظيم. يعني نعرف إنه هو موجود وهو فيما بيننا. فلما نجي بهذا الإيمان والثقة بقلب واحد ونقول يا رب هذا البلد بين إيدك، شعبنا مجروح، شعبنا متألم، شعبنا محتاجك،
ونثق أنه عمل الروح القدس في البلد هو اللي راح يشفي ويعزي القلوب المجروحة في شخص الرب يسوع المسيح. نصلي أنه تجتاح روح الرب العراق، والرب العرب يغسل العراق بدمه ويغطينه ويحمينه من كل شر وشبه شر، ويوقف نزيف الدماء الموجود، ويتلامس قلبه مع قلوب الناس اللي دا تعمل هذا الشر، ويختبرون محبة الرب. كلنا حب لكل شخص موجود في العراق، وعندنا ثقة أنه الرب رح يستجيب، لأنه هو دا يسمع ودا يستجيب. هذا من ناحية هذا الفريق اللي عم بيصلي من أجل هذا الوضع في العراق، الوضع الشاذ إن كان أمنيا ولا إن كان نفسيا. ولكن بعد ما سمعت منك شو المهم اللي عم يعني أنا عرفت منك قبل شوية كنا عم نحكي مع بعض إنه عندك كذا سفرة على العراق، وفيك تحكينا بالتفصيل شو 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 مهمتك في السفرات، وشو شو المسؤولية اللي أنت حملتيها على عاتقك إنك تنفذيها؟ نعم، في العراق أكو احتياجات كثيرة، أكو كثير مرضى سرطان، أكو كثير أيتام، أكو كثير أرامل، أكو كثير معدمين. الاحتياج كبير بالبلد، يعني أكبر مما نتصور. لكن لما أجي أشوف نفسي أنا والمجموعة صغار أمام الاحتياج، أمامنا اختيارين، أما نفشل ونقعد أو نقول لا، نشعل شمعة وتنير يعني ظلام صغير أحسن مما يبقى ظلام دامس. فبهذا الإيمان قل يا رب، هل الفلوس اللي عندنا القليلة وهذا حبنا القليل نحطه بين إيدك وأنت تباركه. فأنا أسافر للعراق أكثر من مرة بالسنة، وقبل ما أسافر مع بعض نجمع يعني مبالغ، هدفنا أنه نساعد الناس اللي موجودين في العراق. ولما أروح يعني محافظات العراق، بغداد، كركوك، المحافظات الأخرى، أكو ناس هناك هم يخدمون، إحنا ما نكون خدمات جديدة، لا، إحنا ندعم الخدمات الموجودة. يعني في خادم موجود مثقل أنه يخدم الأرامل، إحنا نروح نساعده، نقف معاه، نصلي من أجله، نساعده في تسديد احتياجات الناس اللي يحتاجوها. مثلا أكو ناس عندهم كانسر، إحنا نقدم، أنا كل ما أروح أودي مبلغ كبير نسلمه عند أشخاص معينين، وهم يبدون شهريا يقدمون. مثلا أخت عندها كانسر تحتاج كيموثيرابي، كل شهر يروحون يودوا لها المبلغ حتى هي تتعالج بهذا المبلغ. أكو مثلا وحدة عندها أرملة ما عندها فلوس، وحدة من الأرامل كان 3-4 أشهر ما دفع إيجار، لما نودوا لها التقدمة راحت على أبو البيت قالت له يسوع دز لي فلوس حتى أدفع الإيجار. أمين. أخ الثانية كانت ما تقدر تمشي لأنه تحتاج تسوي فحوصات وعملية، لما جت لهذه تقدمة المحبة كانت تروح على كل عيادة دكتور قبل لا تعطي الفلوس تصلي تقول لي أشكرك يا يسوع أنت دزيت لي هذا المبلغ حتى أتعالج بينه. المعطي الحقيقي الأساسي هو الرب يسوع. هم تمام أكو أشخاص يقدمون، لكن هم قدموا لأنه محبة يسوع تملأهم، لأنه محبة يسوع تغمرهم. فصاحب العطية الأساسي هو يسوع، وإحنا مجرد عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق فعدها كما نسلك فيها. العمل عمل الرب، لكن نحن بإيده أداة يستخدمها في أن يوصل. أعطوهم أنتم ليأكل. آمين. فالهدف من كل هذا العمل، تعرف بالعراق نتيجة الوضع اللي هم عايشين بينه، يعني خطف وقتل وموت ودمار كل يوم، يحسون كأنه ناس هم منسيين، يتخيلوا نفسهم أنه هم ما حد يذكرهم، أو هم مجهولين، أو هم مهجورين. لكن لما أروح أقلم، إحنا كل أربعاء نصلي من أجلكم، أكو ناس في كندا يصلون من أجلكم، بدي أشكون الفرحة كبيرة في قلبهم. يعني فعلا نحن يعني على بالكم، اكو احباء قدموا تقدمة المحبة لك حتى تتعالجين. طبعا هي معنويا اول مرة ينرفعون، وثانيا المادة تسدد فد احتياج معين، لكن اولا توصل رسالة المحبة العملية من الرب يسوع لهم. اثنين معنويا يرتفعون انهم غير منسيين، انهم غير مجهولين،
وثلاثة يعني ما يقدم يسد فد حاجة معينة. في قبل الزيارة مو هاي قبل الأخيرة قدمنا نوع من المساعدات لأخت كانت تعالج بالكانسر. في هالزيارة لما رحتوا هي شفيت وهسه كل 3 شهور بس تسوي فحوصات. مشكرا. وهذا فد تقدم إيجابي. مشكرا. عوائل زرناها كانت في حالة عدم هسه بدت تتغير. واللي شفناه انه احنا العوائل الأزورة من نجي هوني ونبدي نصلي له بالاسماء بالزياره اللي بعدها نروح اشوف اكو تغيير في حياه هذه العائله. فعلا لما عوائل نرفعهم بالصلاه امام الرب حتى حياتهم تتغير في رفعه روحيه. نعم. نعم. وهذا نعم. مش بمقدور انسان انه يعمله. نعم. بتعرفي اخت انصاف انت ذكرتي اليتامى وذكرتي الأرامل وذكرت المرضى وذكرت يعني احتياجات كثير. نعم. وهذا احنا مثل ما بيقولوا بالانجليزي ذا تيب اوف ذا ايسبرغ. نعم. هذا المكشوف. نعم. والايسبرغ يعني هذا الجبل الجليد اللي بيبقى ظاهر منه فوق المي هذا 10% منه. صحيح. اللي تحت المي 90% مخفي. يعني اللي ظاهر اللي عم تحكي عنه حضرتك هن 10% بس من الاحتياجات. ولكن وين في احتياجات نفسية احتياجات يعني انهيارات عصبية و يعني أنا ما بعتقدش ما في بيت بيخلى من انهيارات عصبية من مشاكل نفسية في العراق بالظروف اللي عم بيجتازوا فيها الصعبة. فاللي شايفينه نحن هو 10% فقط اللي هو نقدر نشوفه بعيننا المجردة. ولكن يا ما في بتعرفي نحن بيئتنا العربية يعني كأنه عيب علينا أنه نقول عندي حالة نفسية بالبيت. صح. أو عندي يعني هذا عيب من العيب. لا مع أنه مرض عادي. فأنا بعتقد في كتير احتياجات من هذه الناحية هناك. طيب أنا بعرف لح قبل شوية كنا عم نشوف شوية فيديو ولكن يبدو ما اشتغلش معنا الفيديو. لح بنشوف صور ولح بطلب منك تعلقي لنا على كل صورة. وهل عندك اختبارات قبل ما تعلقي لنا على الصور؟ في شيء اختبارات تحب تشاركينا فيها؟ في شيء اختبار هيك لمستي وجود الرب إلى جانبيك؟ لأنه عرفتك أنا رحت إلى أماكن خطرة مثل كركوك مثل بغداد. فهيدي الأماكن يعني شوي بدها سواعد تروح للواحد. يعني في سؤال دائما أنسأله، ما تخافين تروحين بغداد؟ نعم. هذا يعني كل واحد يشوفني يسألني هذا السؤال، ما تخافين تروحين بغداد؟ أقلم صراحة غير لا ما أخاف. فهم يعني يتعجبون بس أنا رأسا أكمل لأنه يعني ما أوقف. أكو شيء مهم كثير لازم نعرفه أنه أنا ماذا أروح لبغداد كإنصاف، لأنه طبيعي لازم أخاف. لكن في العمل الإرسالي وفي الخدمة إحنا نعرف ما ممكن أن نعمل في حقل الرب بدون دعوة من الرب. أمين. ودعوة شخصية بالاسم. أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء. لا تخافوا أنا معكم كل. من أرسل ومن يذهب من أجلي. فلما الرب قال إنصاف أريدك تروحين لبغداد وأنا قلت له نعم يا رب أنا مستعدة أروح، فالرب أعطاني مسحة وأعطاني كل الإمكانيات اللي تحتاجها هذه الرحلة نفسيا روحيا جسديا، بحيث أنا لما أسافر قبل شهرين لما أحدد موعد السفر أكون يعني فرحانة يعني كأنه رايحة للسماء. أحضر وأتصل بالأحباء وأقلم أنا راح أجي وأعمل وأبدي أروح للسوق ويعني كأنه أنا رايحة يعني إلى أروع مكان في العالم. وهو فعلا بالنسبة لي أروع مكان في العالم. ليش؟ لأنه أنا دا أروح إلى مركز مشيئة الرب اللي يريدني أكون موجودة بها. أمين أمين. فلما أروح صدقني صدقني أنا أخذ بركة عظيمة في بغداد وأخذ بركة عظيمة في العراق لأنه أنا أشوف مركز بركة هناك، بحيث أنا لما أرجع أفقد هذه البركة تدريجيا، بحيث واللي يخليني أرجع من العراق أنه عندي أمل أنه رح أروح مرة ثانية. أمين. يعني أنه أنا لما أطلع واللي هو صعب علي أطلع أبو وسم أقلم رح أرجع مرة أخرى وفعلا أرجع. ليش؟ لأن من أقلم أرجع لازم أكون أمينة في كلمتي. وهسه لو تقلي يلا نروح البغداد أنا أطلع قبلك بالسيارة،
أنا أروح يعني أطلع بالشوارع، أمشي أزور ناس في البيوت، نشرب ناكل وياهم، يعني أعيش حياة عادية وطبيعية جدا. وأعرف كلش زين أنه من لحظة خروجي من كندا ولحظة دخولي إلى كندا مرة أخرى، أنا مرفوعة بالصلاة من قبل ناس كثيرين. أمين. فإذا في العمل الإرسالي أكو أمور كثيرة. أولا دعوة الرب، بدون دعوة ما ممكن نخدم لأن نتعب، لكن بدعوة الرب نقدر نخدم ونقدر نستمر بالعمل اللي هو ينطينا. هو ويكون في فريق إلى جاء من وراك عم بيصلي من أجلك. والفريق نعم. من يصلي من أجلي. وبعدين مو بس صلاة، أكو كونسلينج، أكو أوقات كثيرة أحتاج نصيحة، أوقات كثير أحتاج أخذ قرار، أحتاج مثل أخذ قرار ش قد نصرف مادة في مكان معين. أنا ألجأ لهم، أنا أسألهم، لأنه أحتاج دائما إلى مشورة. العمل الإرسالي هو عمل فريق، ما ممكن شخص واحد يقدر يعمل عمل إرسالي. خلاص بكثرة المشيرين. دائما لازم أكون كثيرين يكونون هم موجودين في هذا العمل. ناس تصلي، ناس تعطي مشورة، ناس تعطي نصيحة، ناس تعطي يعني تصلي. يعني هيدي عندهم خدمة خاصة خصوصا مع المرسلين يلي هن يعني شغلتهم بس يعملوا الكونسلين، يعملوا الدعم النفسي والروحي لهالمرسلين. قديش نحن محتاجين لهذا الأمر حقيقة. والرب يباركك أختي، رب يباركك. حقيقة ذكرتيني أنه وقت اللي أنت طالما أنت ضمن قصد الرب ومشيئة الرب في حياتك، أنت في 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 أعظم مكان في العالم. إن شاء الله كان في وقت اللي يعني الظروف الصعبة، مثل الظروف الصعبة اللي بتجتاز فيها العراق، ويعني فأنا اختبرت هذا الأمر. تعرفي عندنا بلبنان الحرب دامت 20-25 سنة. أنا كان أحلى أيام حياتي لما بيبدأ القصف في بيروت، انزل من بيتي دور في الملاجئ من ملجأ لملجأ من ملجأ لملجأ، والبسمة على وجهي وبوحي بالفرح وبالسلام، وكل الناس بتعرفي مرعوبة وخايفة. ليش؟ الأزايف عم تنزل، يعني البنايات عم تتهدم، ونحن بالبيسمنت من ملجأ إلى ملجأ. أنا عم بنادي باسم الرب، عم بنادي بكلمة الرب. فمنين إجاني السلام؟ مش لأني أنا هالبطل أو لا أبدا، ولكن عندما تكونين في قصد الرب وفي مشيئة الرب، الرب بيعطي نعمة، بيعطي نعمة. حقيقة ذكرتيني أنا قريبا هالسنة عملت سفرتين لبلاد بعيدة، وبمارش وبأكتوبر، لأنه في جماعة مش مسيحيين، يعني تقريبا شي 20,000 من خلفية إسلامية صاروا مسيحيين. وكنت بمارش في هذا البلد، وإجوا القياديين كلهم يعني هيك من حولي، قالوا لي أخ عطاء محتاجين إلى تلمذة، نحن تركنا ديننا من دين غريب بعيد عن المسيحية، وجينا للمسيحية وما بنعرف شيء عن المسيح، ما بنعرف شيء عن الكنيسة، يا ريتك تيجي تعلمنا. قلت لهم أنا بوعدكم بجي، لو تشوفي الفرحة اللي كانت، لو تشوفي البسمة اللي كانت على وجهه. يعني اللي بيكونوا هونيك بيشوفوا أشخاص مثلي ومثلك، منزورهم منقول لهم نحن راجعين. ما تتصوري قديش هذا بيرفع من معنوياتهم، انه هن مش مهمولين، مش متروكين. في ناس بالعالم بيفكروا فيهم. وحقيقه رجعت باكتوبر، مش رجعت وحدي، اخذت زوجتي معي، لانه زوجتي شافتني كثير فرحان، رجعت فرحان مبسوط. قلت لي شو بك طاير؟ قلت لها حقيقه قد ما خبرك، مش رح تختبري اللي اختبرته انا على الارض هناك. قالت لي هالمره بدك تاخذني معي. قلت لها باخذك معي، تكرم عينك باخذك معي. واخذتها معي حقيقه، وكان مشوار العمر بالنسبه لها. وكمان احنا عم نترك اخ عطا تركنا، قلت له رح نرجع بنعمه الرب، رح نرجع، مش تاركينكم نحن بالجسد، تاركينكم ولكن بالروح نحن معكم. امين امين, أمين. تفضلي. في وحده احد الكنائس ببغداد كل ما اروح نعمل خدمه للسيدات، يعني يوم روحي كامل للسيدات،
نجتمع من الصبح لغاية العصر، ناخذ فلوشيب ونتأمل ونحكي عن الرب. فهل السفرة الأخيرة ما كان يعني ما كانت مرتبة مع زوجة القس إنه إحنا نعمل خدمة للسيدات؟ فكنت رايحة مؤتمر صلاة بدوكان، حضرت المؤتمر وسيدات من هذه الكنيسة شافوني بالمؤتمر. ها انت موجوده، راح تجين لبغداد؟ قلت لهم ايه، راح تعملين لنا خدمه؟ قلت لهم اسالوا زوجة القس لو تحب، انا مستعده، انا ليش جايه يعني، انا هذا هدفي. فقلت لهم انا الاسبوع الجاي راح اكون ببغداد. لما رحت لبغداد قالت لي كل السيدات بالكنيسه اجوا علي قالوا لي شفنا انصاف في مؤتمر الصلاه ولازم تعملين لنا يوم روحي. فعملنا يوم روحي للسيدات. يعني طبعا انا قلبي فرح، ليش؟ لأنه حلو هذه المحبة اللي تولدت بيني وبين السيدات بالعراق، بيني وبين الشعب، لأنه أهم شيء ثقة تنبني، ولما تنبني ثقة راح يقبلون يسمعون. ما ممكن إحنا نسمع من شخص ما نثق بينه، لكن لما نثق بالشخص نسمع منه عن كلام الرب وعن محبة الرب لنا. فأشكر الرب من أجل أنه دا ينطيني نعمة في عيون الشعب ودا يتقدمني من دا أروح، وفعلا أنا أكون يعني سعيدة بيناتهم، فرحانة ويعني بركة. أمين. تعرفي بدي أقول لك شيء، أنا صار لي 33 سنة مؤمن، صار لي 22 لح يصيروا 23 سنة خادم ومرسل، و يعني خدمت بلبنان وخدمت بالعالم أجمع. سنة 2001-2002 إجاني دعوة من الدولة العراقية لحضور لكي أكون أحد الوعاظ، أحد الخدام في المؤتمر المسيحي اللي تبناه صدام حسين، سماه مؤتمر الكنيسة من أجل السلام. تتذكروا هذا المؤتمر؟ 2001 كنا في تركيا في ذلك المؤتمر. مهم أنه كنت أحد الوعاظ في هذا المؤتمر. رجعت أنا كمان على ديترويت لهم بعد ما رب استخدمني في هذا المؤتمر حقيقة، وشفت العطش وشفت الجوع اللي هونيك لكلمة الله. صحيح كان في عطش وجوع مادي زمني للخبز وللكان، يعني كان $50 بتعيش شهر شهر عائلة بكاملها، فمهم، بس كان في جوع وعطش لكلمة الله رهيب. رجعت قالوا لي شو انطباعاتك؟ قلت لهم انا صار لي 33 سنة مؤمن، صار لي 22 سنة خادم، ما بحياتي فرحت فرح روحي زي ما فرحتوا في الخدمة في العراق. وهذا شجعني روح مرة تانية 2002، وحيدا اذا كمان رب يفتح الابواب انا ما بقولش لا في هذا الامر. طيب انت حضرتك عندك، بدنا نشوف، سمعنا الكلام، بدنا نشوف وقائع. قبل ما نحكي الوقائع وانت بدك تحكي، تذكرت حادثه صارت انا كلش احبها لغايه ما الاخ المخرج يحضر لنا الصور. في زياره ما قبل الاخيره كنا في احدى القرى في شمال العراق، انا واحدى الاخوات الراهبات دنزور، دتوديني على بيوت الناس المحتاجين. فكنا نزور عوائل وكان اكفد مبلغ بسيط كنا حطيتونه في جزدانه هي تقدم، لانه كثير مهم انه احنا نحافظ على كرامه الشخص لما نعطينه التقدمه. الشخص لما ياخذ التقدمه من ايد القسيس او الراهب او الراهبه في ضمن منطقته اسهل مما ياخذها من ايد امراه غريبه ما يعرفها. فكثير مهم في التقدمه نحترم مشاعر الناس ونحافظ على كرامتهم. فكانت هي الأخت لما نزور البيت هي تأخذ السيدة على جهة وتحط له شيء بإيده ونكمل نقعد شوي نحكي ونصلي ونطلع. إحدى العوائل اللي زرناها كان أم وأب وأربع أطفال والتيتا يعني أم الأب الحماية، وكلهم عايشين في بيت يعني بسيط جدا وفقير جدا يعني. فأسلم على المرأة شفته في رقبتها مثل الورم، فقلت لها هذا شنو يعني؟ قالت لي هذا كيس. طيب ليش ما تروحين دكتور؟ زوجها قال لي يعني أنا أسوي 90,000 بالشهر، 90,000 يعني $80، أسوي 90,000 بالشهر يعني ناكل ونشرب لو أروح على الدكتور.
وشوفي انا رقبتي هو كيس ثاني اكبر في رقبته من ورا. ف قلت له اوكي تحب تروح على الدكتور وتعمل عمليه هسه؟ قال ايش وقت؟ قلت له ممكن اي وقت تروح واحنا ندفع التكاليف. فالشخص اللي كان موجود معنا اخذهم ثاني يوم للطبيب وعمل لهم العمليه في العياده، وكلفت مبلغ اللي هو ما يوصل ل $100 اللي عندنا، لكن الزوج وزوجته سووا عمليه وكانوا فرحانين. ولما الزوجه اتصلت بي قالت لي اشكرك، قلت له حبيبتي اشكري يسوع، انا ما اعرفك بس هو يعرف حاجتك ولهذا دزني الى باب بيتك. ف يعني من خلال هذه الخدمه انه الناس تعرف انه يسوع يهتم بهم ويحبهم ويسدد كل حاجاتهم. فالعمل الارسالي عمل حلو وبينه بركه عظيمه لنا قبل ما يكون للاخرين. امين امين. ذكرتيني بوقت كنت 2001 بالمؤتمر المسيحي هناك، بعد ما تكلمت كان في كان كل رجال الدين من كل الطوائف، وكان خصوصا البطريرك شو اسمه بدويد بدويد وبعد ما حكيت كلمتي اجى حضني وقال لي ابني الرب يباركك. حقيقة كان في رهبات كثير. وحده من الرهبات اجت قالت لي اخ عطا يا ريت تروح تزور الدير معي. قلت لها شو عندك؟ قالت لي عندي ايتام. حقيقة هالرهبه ما بنساهاش. بتجمع تعرفي كثير ناس ماتوا ابائهم امهاتهم. نعم. وصارت هي تروح هي تلمهم هالبنات. عندها 15 بنت بالدير. قلت لي روح احكيهم كلمة الرب. حقيقة رحنا عم عدا هذا عم على شو اسمه على سليخ. نعم على سليخ. ايه سليخ في بغداد. دير تبع نعم. فرحنا هناك وحقيقة مش معقول، بس شفت هذا المنظر اللي بتلم هالبنات وبتهتم فيهم وبترعاهم وبتعطي يعني كل احتياجاتهم هي سدتهم. وما كان الا الرب يتقل على قلبنا ايضا انه نساهم بقدر ما نقدر نساهم في مساعده هذه الراهبه. فهذا هو هذه فرحتنا في العمل الارسالي، ولانه يقدم كل شيء باسم مين؟ لكي يتعظم اسم واحد، اسم الرب يسوع المسيح. هو المعطي، هو الشافي، هو الحافظ، هو 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 كل شيء. والان رح نطلب من الاخ المخرج بركي بيسرد لنا الصور واحده ورا الثانيه، وبركي الاخت انصافي بتعلق لنا عليهم هذه الصور. اوكي اخت انصاف عندك هلا صوره، هيدي وين من فضلك؟ هاي الصوره في يا ريت تكبروا لنا اياها شوي حتى نشوف شو في عندها، شو عندها ديوك او ديونيك شو. ايه تفضلي. هاي صوره في زياره لاحدى الاخوات. نعم. في كركوك. نحتاج نصلي لها كثير، هي عندها طواويس في البيت. طواويس كم طاووس؟ اربعه خمسه طواويس، تقول انه هم لهم سلطه على الجان ويشخصون الشخص الزين من المو زين ببيته. فقلت له دم يسوع وحده هو اللي يقدر يحميك ويحمي بيتك. امين. فنرفعها بالصلاه انه الرب يحررها من هذه المخاوف وهذه الاوهام اللي تعيش فيها وتختبر محبه وحمايه الرب يسوع المسيح. امين. ناخذ الصوره الثانيه. هذه العائله عائله رائعه كثير كثير، احب نحكي عنها. لو بنكبر الصوره شوي. هذه في بغداد. اكيد في ناس رح يشوفوا يمكن يطلعوا قرايب حد موجودين هون يعني. الزياره القبل هذه يعني هاي ثاني زياره ازورهم، زياره القبل ببغداد. بغداد؟ بغداد نعم. نعم. طبعا هم عايشين في بيت بسيط جدا، وهذه الصور اللي على الحائط هي مو بوسترات، لانه الحائط ينكث وبينه حفر والجرادين ممكن تطلع من الحيطان باي لحظه بالمطبخ وباي وقت، والسقف ماكو سقف، اكو نايلون يحمي البيت. لكن ام البيت حمات هاي البنت من دخلت بيتها الى ان طلعت وهي بس تشكر يسوع. يا سلام. اشكر يسوع انه اولادي ببيتي، اشكر يسوع انه احنا ناكل، اشكر يسوع انه احنا محميين. انا اطلع بالبيت يا رب دخيل اسمك يعني بسهوله، لو تريد تتذمر راح تقدر تتذمر. نعم. لكن هي من دخلت الى ان طلعت تشكر. والاكثر من هذا انه
هذه كانتها كانت تعمل حليب للبيبي للطفل، وماكو كهرباء لان هم يعني بيتهم عربي وقديم يعني داخل، فما بينوا اضاءه قويه ظلمه. فحطت شمعه على الثلاجه حتى تعمل قنينه الحليب للولد، ولما اخذت الولد ترضعه نامت مع الطفل وذابت الشمعه واحترقت الثلاجه. فالحمايش تقول اشكر يسوع انه حمالي كنتي وحمالي الطفل، خلي الثلاجه تروح. يعني اللي عنده راح وهي تشكر يسوع. اخذتوها يا اختي، اخذتوها وحضنتوها، بس يا اختي عظيم ايمانك. انا ما شايفه واحده تشكر بقدر ما تشكرين. وانت بهالوضع، وانت بهالوضع عايشه في بغداد بنص النار بنص كل الامور وبهذا البيت وتشكر، واكو ناس في المكان اللي انا عايشه بيه عندهم اشياء كثيره كثيره وما يعرفون يشكرون الرب. نعم. فهذه فعلا بدينا نصلي كثير من اجل هاي السيده وهذا البيت. وهاي بالزياره الثانيه لما رحتوا هالمره شفتوا وضعا متحسن اكثر وفرحانين ونشكر الرب. هذا الولد كان عنده سرطان، نعم، لكن نتيجه الصلاه والمعالجه شفي من السرطان. نشكر الرب. ناخذ صوره اخرى. هذه بنت ارمله مع اطفال اثنين، توفى زوجها بسكته قلبيه. هذا انت هوني بالامس الملاوي؟ انا دازوره في بغداد، وهي اخت تخادمة ايضا موجوده في بغداد، كنا مع بعض في الزياره وزرناها ويعني قعد حكينا وياها وصلينا وشجعناها. هذه عائله اخرى، الاب عنده جلطه ويعني صار ذبحه صدريه نتيجه، وبنته هي ولدت طبيعيه لكن صار عندها مرض سحايا من هي طفله، ولمده 15 سنه هي هذه الحاله. الام تركت الشغل وبس متفرغه انه تصلي من اجل بنتها، يعني تخدم بنتها، واحنا نرفع الصلاه من اجلها. هاي البنت اسمها نجات. ارجو من الاخوه الاحباء المشاهدين يصلون من اجل نجات وعائلتها. هذه قصه لمست قلبي، عائله كثير، عمو ايليا وزوجته. عمو ايليا صار له نايم على ظهره لمده 14 سنه. واو. عنده ماء في الرئتين وزوجته تخدمه بامانه. يعني فعلا مراه فاضله من يجدها، ثمنها يفوق اللآلئ، لانه تخدم زوجها 14 سنه بدون تذمر هو على هذا الوضع. وهي هم طبعا الناس حالتهم جدا بسيطه. ما له علاج؟ لا، عنده صندوق مليان ادويه ياخذ جانبه مجموعه من الادويه ونايم على هذه الحاله يعني. وهي تخدمه زوجته، وطبعا هم عايشين في بيوت حراسات. بيوت حراسات يعني العوائل الغنيه اللي عندها بيوت، او يعني اللي تركت بيوتها بس ما تريد تبيعها، لانه بغداد اذا تبيع بيتك ويعرفون انت بعته يجون يخطفوك حتى ياخذون الفلوس منك. فالناس ما تبيع بيوتها، وفهم عايشين هذول يسكنوا كذا عائله، يسكنون عوائل فقره حتى يحفظوا البيت، حتى يحفظون البيت. هذول الاخوات زرناهم اني وماركو، هم ايضا عايشين بيوت حراسات. هاي الاخت نص تشوف، يعني نص بصره ضعيف، والاخت مشلوله نايمه بس تروح بالووكر على الحمام وترجع، وهم ما عندهم احد، واحده عايشه بنفس الثانيه. ايضا عايشين بيت حراسات ويعني معدومين جدا، ما عندهم احد. رحنا زرناهم وصلينا من اجلهم. هاي الاخت اللي انا ماسكه ايدها يعني دا يصلون على راسها، هذه كان صلاه من اجل الشفاء، خدمه بس شفاء. حضروا صلاه 80 شخص، سويناها ببغداد في احد البيوت. هذه الاخت عندها كانسر في عده اماكن من جسمها، يعني شالوا له الرحم والمبايض والصدر، يعني امور كثيره. واخر شيء سوى التحليل، شافت وصل السرطان الى دمه، قالت بطلت اسوي تحليل لانه كل مره يطلع لي بمكان. فمحتاجه الى صلاه كثير، فاطلب من الاحباء انه يذكروها في صلاتهم. صبيه مسكينه كمان. هي يعني شابه لكن تعبانه، مجروحه من داخلها. الناس مجروحين كثير من داخلها. هذا ايضا مقطع اخر من خدمه الصلاه من اجل الشفاء. هذه بيوت
هذا وضع البيوت في يعني في بغداد. تشوف بيوت كثيره حلوه لكن مهجوره، مكسره جاماتها، مليانه اترابات لانه الناس تركوها. هذه وزاره التخطيط في بغداد، بنايه مهجوره حاليا. اخذت لقطات من شوارع بغداد. ايوه فرجينا اياهم. بغداد جميله الحلوه حزينه بالوقت الحاضر. تشوف ترابات، تشوف بنايات مهجوره. هذه البنايات كانت ايام زمان رائعه، لكن هسه بتدوب تلقي. هذا باب جامعه التكنولوجيا في بغداد. وانا دا افتر واحنا دا نزور العوائل، اخذت صور لهذه المناطق. فعلا كان قلبي يبكي. ليش؟ لانه تذكر هاي الايه، كن وكانت الارض خريبه وخاليه، لكن تكملتها يقول وكان روح الرب يرفع على وجه المياه. قل يا رب هذه البلد الحلوه اللي هي تعبانه ومجروحه. هذه الايه كثير حلوه. هذه يعني هي مو ايه، هي لافتات موجوده في كل مكان في بغداد. اغفر وتسامح من اجل عراق موحد. امين يا ربي. نصلي انه تكون هذه صلاه من اجل العراق. نصلي انه الرب يجتاح بالروح القدس. هذه بيوت مهجوره. الايركولر والكمبيوتر فوق الايركولر والمرجوحه والشباك مكسور. شوارع في مهجوره. هذا المطعم الهندي لو اهل بغداد يتذكرون على الجسر. يعني هدفي من انه اطلع هذه الصور، اطلب من الاحباء انه يصلون من اجل بغداد الحبيبه، من اجل عراقنا الحلوه. أمين. ترجع وتنرسم من جديد بايد يسوع. اخت انصاف، شوفي في الاف عم بيشاهدونا الان، ولابد الكلمات اللي عم بيسمعوها لابد ما عم تلمس قلوب الكثيرين، ولابد في ناس او روح الرب رح يحرك القلوب. أمين. للمساعده. عزيزي المشاهد والمشاهده، نحن مش طالبين شيء، ولكن اذا الرب لمس قلبك والرب عمل في قلبك والرب يعني فرجاك انه هناك احتياج لبلدك، ومثل ما شفنا وفي ناس من حد منقول عنهم انه هن بالانجليزي بيقولوا عنهم بالفرونت لاين، يعني بالجبهه الاماميه، مستعدين يكونوا هناك لكي يساعدوا اهل البلد. اذا الرب ثقل على قلبك اي مساعده نساعد فيها الاخت انصاف، صفو، فيك تتصل على الآرامية وتقول لهم نحن عندنا مساعدة خاصة للأخت إنصاف للعراق. فهذا الأمر بفرح قلب الرب يسوع، ولح يكون للبركة في حياة الكثيرين. أمين؟ أمين. أمين. نحن مش عم نطلب شيء، ولكن إذا الرب ثقل على قلبك. ولا هذا هدفنا. ولا هذا هدفنا أبدا، ولكن أكيد لأنه في آلاف عم بتشاهد، وأكيد في آلاف الكلمة والمشاهد لمست قلوبهم، فلابد ما يتحرك حدا. فالمجال مفتوح انك تتصل بالآرامية وتقول انا مستعد اتبرع لخدمة الاخت انصاف من خلال الآرامية. رح نفتح الخطوط. اذا عندي حدا على الخط خي المخرج. طيب نذكركم تليفون الفضائية 248-416-1300، 248-416-1300. وبانتظار انه نتلقى اتصالات خلونا نستمع الى هذه الترنيمة، ومن ثم بنرجع لكم أعزائي المشاهدين. I'm
عندي حدا على الخط تخيل المخرج. طيب الخطوط مفتوحه، مذكركم 248-416-1300. بناخذ الاتصال الاول. الو تفضل. فضل الى رميه. تفضل، مين معي؟ الو، انقطع الاتصال. بنذكركم من جديد تليفون الفضائيه 248-416-1300. بس يجيني الخط دغري، اعطيني اياه من فضلك. طيب. طيب، لكن نشكر الله من اجل هذه الاختبارات، وان شاء الله بيكون يعني بانتظار يجينا شويه اتصالات ان شاء الله بالمستقبل، بس كوني بديترويت كمان نستقبلك تعطينا شويه تقارير هيك جديده عن خدمتك في بعد كل سفره. امين امين. خلينا على اتصال مع بعضنا البعض حتى يا بعتقد اجينا خط. ناخذ اتصال. فضيله رميه تفضل. فضائل رمية تفضل. ألو تفضل، مين معي؟ ألو مرحبا. أهلا عزيزي، مين معي؟ أمهر جزراوي. أهلا فيك أخي أمهر. أمهر جزراوي من كندا. أهلا فيك أخي أمهر جزراوي، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا شدني و وأحب أن أتبرع إلى العراق، إلى أخواننا المحتاجين في العراق، بمبلغ بسيط $250. الرب يباركك يا أخي أمهر. ونتمنى أن تكون هاي فاتحة خير وبركة للكثير من العوائل المحتاجة. شكرا يا حبيبي أمهر، شكرا. الله يخليك. ربي يباركك ويعود عليك تعب محبتك. شكرا عزيزي. شكرا، مع السلامة. ناخذ اتصال آخر. ما في اتصالات. طيب يعني فيك، في عندك شيء على قلبك بعد تعطينا إياه؟ تفضلي. احنا خدمتنا مو بس موجودة في العراق، موجودة أيضا، لأن العراقيين مو بس منتشرين في العالم، منتشرين في كل العالم، وهم قسم من displaced، يعني مهجرين من بيوتهم في داخل العراق لكن يسكنون في غير مناطق آمنة، وقسم منهم ساكرين في الدول خصوصا بالشمال، في الشمال وقسم من العراقيين طالعين إلى الدول المجاورة مستضيفتهم كلاجئين، مثلا سوريا والأردن ولبنان وتركيا. فنشكر رب من أجل هذه المدن، الدول اللي فتحت قلبها للعراقيين، يعني رب يباركهم. والاحتياج رهيب هناك. والاحتياج رهيب صح فعلا يعني. فجينا فكرة أنه بدال ما إحنا دائما يعتمدون علينا في أنه إحنا نوصل لهم مساعدات، ليش ما نبدي نعمل مشروع هم يديرونه في سبيل أنه يوفرون لنفسهم فد يعني مورد يساعدون بينه العراقيين. فبدينا مشروع خياطة مع كنيسة خدمة عراقيين يسوع نور العالم في حلب، القس دنخة، القس تحت سليمان عودي. نعم، القسيس العراقي دنخة، الأخ القسيس العراقي دنخة. نشكر رب من أجل القس سليمان اللي قلبه مفتوح كبير للعراقيين، وفتح قلبه وفتح الكنيسة. فبدينا مشروع خياطة، يعملون هالبايبل كفر لو أحب يعني هذا هاي الشنطة تبع الكتاب المقدس. شغل هذا شغلنا، لأن كنا عاملين هذا المشروع نفسه في تركيا بين العراقيين، وهسه طبقناه مرة أخرى في سوريا. أمين. ده يعملون هذه الكتب، البايبل ستدي باجز، الجنط صغيرة. وهم يعني احنا اعطيناهم مبلغ بالبدايه، اشتروا مكائن الخياطه واشتروا قماشات وحتى يدفعون للايدي العامله، وهذه اعطينا لهم اياها كهديه. واحنا ما لنا علاقه بهم، هم مسؤولين عن هذا المشروع، لكن بعضهم البعض فيه. بس احنا نساعدهم في بيع المنتجات. نعم. فلو في كنائس او اشخاص يحبون. عندك منهم هو بكندا؟ انا عندي في كندا بس ما جبت وياي في عندك ديترويت. مجموعه؟ عندي مجموعه وبدي انتظر. يا ريت تبعتي لنا اياهم. تعرفي مع الاخ بشار بيقدر. ممكن. وبدي انتظر مجموعه اخرى يدزوا لنا اياها، فلو نساعدهم نشتري هذه منتجاتهم راح نوفر لهم مبالغ الم لتسند الخدمه مالتهم. امين امين. في اتصال بعتقد في اتصال اخر. فضيله رميه تفضل. مساء الخير اخ عطا. مساء النور.
سلام الرب المس معك مع الأخت الحبيبة أنصاف. الرب يبارككم على الخدمة العظيمة. هلا أم سرمد، أهلا وسهلا. أهلا بك، رب يباركك يا أختي. شكرا، ويشددك ويقويك على الخدمة. ويعني أطلب من الرب يسوع أن كلتنا نكون مثلك بإذن يسوع. وإحنا صلاتنا صدقيني كل يوم يا أختي، إحنا صلاتنا للعراق، لأن كل ما هدينا وحبانا وثقانا ونشوف الرب شو وقت يفتح باب. أمين. فرج إن شاء الله بإذن يسوع. أمين. والرب يبارك حبيبي، وإن شاء الله نريد نتعرف عليك يا أخت أنصاف. ويبارك يا أختي. أم سرمد، يمكن إذا انتبهتي شوي أنا حكيت وقلت كلمة الرب تقول وتطلبونني فتجدونني تطلبونني بكل قلبكم. الرب يريدنا إحنا كعراقيين كلتنا يكون عندنا قلب واحد. نعم. من ناحية بلدنا، من ناحية شعبنا المتألم المجروح. أمين. نعم. شكرا يا أم سرمد. شكرا كثير لك. أهلا بك أخي، ربي يبارك حبيبي. شكرا على مداخلتك، شكرا على تشجيعك. ناخذ اتصال آخر. ما طيب. لكن البركي بتفرجينا اياه شوي على الشاشه، هذا الغطاء يعني الكفر، هذا البوك كفر او الشنطه هيدي، وشوفوا ما احلاها، هيدي كلها شغل ايد، ونشكر الله. وهيدي طبعا كتابي الاخت العزيزه انصاف، هي كان عندها المهمه تعلم الاخوات انه يعملوا هيك شنطات. فأنت بتوعديني أن بتبعتي لنا كمية أكيد. للكنيسة أكيد الكنيسة كلها اللي حتاخد منها وتشجع. أمين، أمين. هذا المشروع أخ عطا هو مو بس يجيب تسديد احتياج مادي للكنيسة، لكن بينه يعني فوائد أكثر مخفية. أولا أنت تعرف المهاجر لما يترك بلده، يترك بيته، يترك وظيفته، سكنه، يترك أمور كثيرة في بلده ويطلع، فرح يجي إلى بلد هو غريب يعني، وهذه رح تأثر على نفسيته، رح تخلينه نفسيته كثير داون. نعم. ويحس كأنه هو بدون فايدة أو وجوده ما له معنى، تنطينه يأس، تحسسه أنه هو يعني لا شيء. لكن لما هذا المشروع أنه الأخوات لما يشتغلونه وتبدي تنتج، تحس تبدي تبني يعني إيجابيات في شخصيته. لا أنا لا أزال عندي فائدة، لا أزال أنا منتجة. أمين. لا أزال أنا أقدر أعمل فتشي. فهي من تعمل وتشوف الشيء اللي عملته جيد، راح تشوف مهاراته قدام إيده، فتنبني أمور إيجابية في داخله. فإذا إحنا هون دا نعمل دا نساعده في حالة الشفاء والمنفعة من نواحي عديدة. من نواحي عديدة. لا. أولا إنه هي راح تشتغل، راح يجيها إنكم مادي، وبعدين راح يكون عنده علاقة مع الأخوات في الكنيسة مثل مع زوجة القسيس والآخرين، وتختبر محبة الرب إلى من خلال هذا العمل. أمين أمين، نشكر الرب من أجلك. عندي اتصال. صابر تفضل. خي صابر مساء الخير. سامر، سابر تفضل حبيبي. سابر فضيلة رمي تفضل. سابر ألو تفضل حبيبي. نعم، الرب يبارككم أخت إنصاف، الله يعطيك العافية، الرب يباركك يبارك خدمتك، الرب يخليك يا حبيبي سابر. وإن شاء الله الرب دائما على يدك. بخلص ناس وأنا بقدم $100 حسب الطاقة. الرب يباركك يا حبيبي ويعود عليك تعب محبتك. شكرا. هيدي من خلال الأرامية. شكرا يا حبيبي، ربي يباركك. بناخذ اتصال. ما فيش اتصالات بعد. طيب طيب غيره عندك شيء تسدي؟ فهذه بالنسبه لل يعني فالنقطه انا احب اشارك بها عن المهاجرين. نعم. انا عشت 7 سنين في تركيا كمهاجره، ف يعني من احس ان الرب ده يرجعني مره اخرى لاحبائنا العراقيين المهاجرين اللي في الاردن وسوريا. أشعر بمشاعرهم لأن أنا عشت الظروف اللي هم عايشيها. فلما أروح إلى سوريا عندنا خدمة بين السيدات مع العوائل، أطلع أنا وزوجة القس دنخة نزور العوائل نشجعهم، من أجي أحكي لهم، ما أحكي لهم من مكان عالي،
نظريات، لكن أشاركهم بأمور أنا عشتوا مريت بي وعشتوا نفس الحياة اللي هم حاليا عايشين بيها. اختبرتيها في تركيا، اختبرتوها فتشوف أنه أكو قبول للحديث. فنشكر رب من أجل كل الأمور اللي خلانا نمر بيها، لأنه هو ما خلانا نمر بيها اعتباطا، لكن بس حتى نتعلم يعني كل مشاعرنا اللي مرينا بيها في السابق. أنا أحس شلون الناس دي يحسون، ونقدر نخدمهم ونوصل لهم محبة يسوع بيها. أمين أمين أمين. أنت حضرتك قلتي لي بتروحي مرتين بالسنة على العراق. نعم. وهالسنة الجديدة عندك سفرة كمان؟ أكيد طبعا. بفبروري. نحن بنصلي لك الرب يحملك على الأزرع الأبدية. أمين. يوصلك سالمة ويرجعك سالمة إلى وسطنا. صدقني أمين. بدون الصلوات أنا خطوة واحدة من هون ما أقدر أتحرك. أمين. لكن صلواتكم هي اللي ترفعني وتشجعني. أمين. وأنا أشكركم. أمين. كثير. بنذكركم تليفون الفضائية 248-416-1300 248-416-1300. وحلينا نستمع إلى ترنيمة بانتظار يجينا شوية اتصالات، ومن ثم منتابع برنامجنا معكم. احنا موعدنا وعندك انت فرحنا، وعن قارب رح تيجينا والبيت الاب تودينا. وياك احنا موعدنا وعندك انت فرحنا، وعن قارب رح تيجينا والبيت الاب تودينا. يوم اللي تعرفت على شخصك الغالي، سبحي ونشيدي صار يضوي بالأعالي. حياتي صارت ترنيم وأغاني، أحييت روحي اللي كان فاني. حياتي صارت ترنيم وأغاني، أحييت روحي اللي كان فاني. احنا موعدنا وعندك انت فرحنا، وعن قارب رح تيجينا بتودينا. وياك احنا موعدنا وعندك انت فرحنا، وعن قارب رح تيجينا والبيت الاب تودينا. انت اللي قلت بوعدك الصادق والآمين، أني جاي أخذ وياي المؤمنين. وبعد ما تيجي بالأمجاد تاخذنا وياك للأبد. وبعد ما تيجي بالأمجاد تاخذنا وياك وياك احنا موعدنا وعندك انت فرحنا، وعن قارب رح تيجينا والبيت الاب تودينا. وياك احنا موعدنا وعندك انت فرحنا، وعن قارب رح تيجينا والبيت الاب تودينا. انت الهي تمشي ويايا رفيقي، انت خلاصي وانت نوري بطريقي. بيدك الحلوه تمسك يميني
تعزيني بيدك الحلوة تمسك يميني روحك القدوس تعزيني وياك احنا موعدنا وعندك انت فرحنا وعن قارب رح تجينا والبيت الاب تودينا وياك احنا موعدنا وعندك انت فرحنا وعن قارب رح تجينا والبيت الاب تودينا وياك احنا موعدنا وعندك انت فرحنا وعن قارب رح تجينا والبيت الاب تودينا وياك احنا موعدنا وعندك انت فرحنا وعن قارب رح تجينا والبيت الاب تودينا من جديد أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين للفضائية الأرامية من ديترويت، معكم خادم الرب الأخ عطا ميخائيل، ومعنا خادمة الرب أيضا المرسلة الأخت أنصاف صفو. أهلا وسهلا بك، وحقيقة عم نقضي وقت حلو ممتع مع بعضنا البعض بالأسئلة والأجوبة. أخت أنصاف، بدي أسألك بانتظار جينا شوية اتصالات. أولا أعزائي المشاهدين، نحن مش هدفنا نلم فلوس الليلة أبدا، خلونا بعلمكم، ولكن قلت أنا لأنه الحاجة كبيرة في خدمة العراق اللي الرب يعني ثقل على قلبه يمد إيده ويتبرع، ولكن مش هذا الهدف منه الليلي. نحن مش هدفنا نلم فلوس الليلي يعني، ولكن إذا بالمستقبل على قلبك تساعد العراق، المجال مفتوح تنساعد العراق. فالتليفون للفضائية 248-416-1300 شفنا الخدمات في البيوت، كنيسة البيتية، كنائس بيتية، يعني كان تعملوا اجتماعات بالبيوت وطيب شو بالنسبة للكنائس المحلية؟ يعني كنائس، هل في عدد كبير صار من كنائسنا هناك؟ يعني في بغداد تقريبا 7-8 كنائس لطوائف مختلفة موجود أكو. نعم. يعني بنفس الشيء بكركوك أو بالمحافظات الأخرى، كمان بكركوك، في كركوك تقريبا 3 طوائف اكو. أوكي. حاليا. أوكي. في كركوك. ف يعني من ضمن الخدمه اللي احنا نعملها، طبعا احنا رؤيتنا في العمل ما نروح ناسس خدمه جديده، نعم، ولا نعمل اي شيء، هم نساعد الخدمات المحليه، هم خدمات موجوده، كنائس مفتوحه، خدام مثقلين بالخدمه دا يخدمون. نعم. لكن اللي دا نعمله انه لما نروح نزور نشوف شنو احتياجاتهم، شلون ممكن احنا نصلي من اجلهم، شلون ممكن احنا نقف معاهم من الخلف، اذا كان في صلاه، اذا كان تشجيع، اذا كان سد احتياج مادي للخدمه. فاحنا نعمل من خلف الخدمات اللي هي رسميا معلنه في العراق. واكو نقطه كثير مهمه، يعني انا نقطة كثير مهمة، الأحباء الخدام مثلا القسوس، الخادمات، زوجات القسوس، يعني إذا كان قسوس أو خدام، هذول أنا أخوة وأحباء هم على خط النار، يعني هم بالمواجهة، هم حضرتك قس وتعرف أنت تعطي أكثر ما تأخذ، يعطون وقتهم للشعب دائما، يعني يركضون بسد احتياجات الناس من النصيحة، من مشورة، يصلون من أجل المرضى، يزورون دائما، هم كنفنوا حياتهم من أجل الرعية، من أجل الناس اللي يخدمون، فهم نفسهم محتاجين واحد يسمعهم، محتاجين يحكون عن خدمتهم، محتاجين واحد يعرف هم ايش يسوون حتى يشجعون. فأنا أشوف نفسي أنه أنا لما أكون في العراق أنا أكون قلب وعيون العراقيين اللي عايشين في كندا، كلتنا نشوف شنو دا يصير بالعمل، الخدمة، هالقسوس، هالزوجات الحبيبات، زوجات القسوس، هالخدام، هالخادمات، إيش كيسوون؟ فمن أقعد وياهم ويبدون يحكون عن خدماتهم يفرحون أولاً، لأنه يحسون عملهم مو مخفي، يعني أكو ناس مهتمة تعرف هم إيش دا يسوون. فلما نسمع هم ايش يعرفون ونصلي من اجلهم، او عدم انه احنا راح نصلي، اكو احتياجات معينه احنا نقف وراها بالخدمه،
ولما أرجع إلى كندا أنا أجي بمشاعر وقلب واحتياجات الشعب العراقي. أمين أمين. هلا عندنا بعد شوية أسئلة مطرحة ناخذ اتصال. معي نبيل على الخط. خي نبيل تفضل. فضيلة رمية تفضل. نعم مساء الخير أخ عطا. أهلا أهلا كيفك؟ أهلا أهلا. مين معي؟ نبيل. نبيل أهلا نبيل تفضل حبيبي. أنا الله يخليك أنا بخابر من كالجاري كندا. أهلا وسهلا بك يا نبيل. أهلا بك. ربي باركك أخ عطا وربي يبارك الأخوة الصاف. أمين. يبارك خدمات الأرامية طبعا. يباركك يا حبيبي. نحن متابعيكم يعني من أول ما فتحت الأرامية ولحد الآن. بس بدي أقول إنه يعني أقول شيء واحد إنه أنا راح أحكي عراقي لأن يعني أنا عراقي. ربي يبارك. كنت أتمنى إنه أسمع هذا الشيء وهاي الخدمات بصراحة بالذات هاليوم وأنا راجع من الشغل. يعني طبعا هي في عطاء دائما لكل الأماكن طبعا للأرامية للكرمة لبقية الكنائس. بس كان على قلبي اليوم بقول له يسوع يعني أريد أكون أكثر قربا من الناس، الناس اللي محتاجة أكثر. ويعني بالصدفة فتحت التلفزيون وأشوف هذا البرنامج الحلو والخدمات الأخوة إنصاف، فربنا يباركك. وبالفعل هي خدمة مباركة. وأنا يعني أريد أشارك بمبلغ بسيط، هو لأنه كل ما عندنا هو من عند ربنا يعني أكيد من ربنا يسوع. $300 الخدمات الأخوة إنصاف، وربنا يباركها ويحفظها من كل شر وشبه شر في ذهابها وإيابها. شكرا يا نبيل. والمجال مفتوح حتى نعمل ريكروتينج لمرسلين كمان. أي أخ أو أخت. يعني هاليوم رسالتي لكم يا أحبائي، لما نجي نصلي نقول يا رب شو تريد مني؟ هل أنا أحب أخدمك؟ خلونا نسمع صوت الرب ونكون حساسين لسماع صوته. أكيد نعم. الرب دا يدعونا. شكرا نبيل. ممكن نصلي أو ممكن نروح خدمة أو ممكن نكون خلف خدمة معينة، لكن أكيد إحنا عندنا دور. ومثل ما قلتوا العمل الإرسالي هو عمل فريق مو عمل شخص. نعم. واحد، وكلنا ناخذ البركة نفس البركة مع بعض. أمين. والرب يبارككم. بانتظار كمان يجينا اتصال بعد عنا. ربيم وربنا يبارككم. شكرا نبيل. شكرا يا حبيبي. شكراً. على محبتك يا حبيبي. شكرا. طيب ناخذ اتصال اخر. عندي حدا على الخط؟ ما فيش خطوط. طيب قلت لي في 7-8 كنائس في بغداد. نعم. ما عدا في كركوك وفي الشمال ايضا. اكيد. وانا سمعت في قصه انه في قسيس كنيسه في بغداد هدد بالقتل. صحيح. وطلع في فتره للشمال. شو اخباره؟ هل رجع لبغداد؟ نعم. هذا القس هو أجوا عليه ناس مسلحين. نعم. في مكتب الكنيسة وقالوا له أنت اسمك باللستة بعد القس. الأبونا الأرثوذكسي انقتل يوم السبت، ويوم يوم الاثنين الساعة 9 الصبح أجوا على القس الثاني قالوا له اسمك باللستة أنت مهدد بالقتل. فاضطر القس أنه يروح إلى سليمانية مع عائلته. نعم. بقى هناك فترة، لكن بعدين الرب قال له لا ترجع لبغداد. ورجع. رجع لبغداد مرة. نشكر الرب هلا موجود ببغداد. منصلي من أجله، وأكثر المؤمنين بيعرفوه من هو، فمنصلي من أجل هذا القس المبارك حتى الرب يحميه ويسيج من حوله. يا ريت نصلي كثير من أجل القصص. نعم. لأن هذول يعني معروفين، يعني هذول جنود معروفين. نعم. يعني أسماء معروفة، بيوت معروفة، عناوين معروفة. فنصلي يعني حماية فيعني نصلي من أجل ربي يحط حماية بالدم على كل واحد هو وعائلته وأولادهم. نصلي من أجل ربي يعطيهم نعمة، يعطيهم قوة، يشجعهم، لأنه يتعبون. الوضع في العراق متعب، فهم يتعبون، لكن بمحبتنا بأنه نرفعهم بالصلاة نشجعهم، أكيد هذا رح يعني يشجعهم أكثر ويساعدهم أنه يعطون أكثر وأكثر، نكونوا مرفوعين في الصلاة كثير. أمين أمين. بعتقد أنا كمان خدمتكم أخت إنصاف أنه صحيح عندكم فريق عم بيشتغل، بس كم واحد عم بيسافر معك لما تروحي أنت حضرتك؟ الفريق موجود بتورونتو يمكن. الفريق موجود في تورونتو. أكثر السفرات أسويها وحدي.
بعض الأوقات يكونون معايا أحباء. مرة حضرت معي أخت نادية وأخ كمال، رحنا في ميشن تريب لل، ومرة أخ مين راح معي؟ أخ كمال غوريال. أوكي. راح وياي إلى أردن وسوريا والعراق. والتقيت بالأخ باسم كمان. والتقيته بالأخ باسم في دوكان. في دوكان. خبرينا عن مؤتمر دوكان. كنت بالمؤتمر بدوكان. على البحيرة هناك. رائع. كان في المؤتمر تقريبا 700 شخص. نعم. مؤمنين من كل مكان في العراق، من البصرة وبغداد وكركوك ونجف والناصرية وكل مكان. نجف أيوة. من كل مكان يخطر على بالك كان موجود. وكان مؤتمر رائع جدا، وكانت خدوة كأنه احنا عايشين بالسماء. وانا كنت اول يوم حضرت المؤتمر من الخلف دخلت، وكان فترة تسبيح ويعني كأنه احنا بالسماء. فحسيت انه الرب شوفني انه هذولي كل واحد من هذولي الشباب والاخوات الواقفين هم بذرة حجارة حية مغسولة بدم يسوع. الرب راح يستخدمهم في بناء عراق جديد، راح يزرعهم في تربة ويطلعون كل واحد يطلع إلى بيت مسيحي، كنيسة، مجتمع مؤمن. الرب راح يستخدمهم في أنه يوصلون الكرازة لكل مكان في العالم، في العراق. أمين أمين. بناخد اتصال أخير قبل ما نختم البرنامج. قالوا تفضل مين معي؟ أم كمال. أم كمال أهلا وسهلا بيك. يا هلا بيك. قطعطة. أيوة عزيزتي تفضلي. شلونكم؟ أهلا. المسيح 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 معاكم. شكرا عزيزتي. ومع الأخت إنصاف. أمين. سلام المسيح لك للجميع. ربي باركك. بعمل عمل رائع يعني تقوم بينه هي بهذا الواجب. نعم. الله يبارككم ويعطيكم الصحة والعافية بكل أموركم بروحتها وجيتها بكل مكان. تسلمين. شكرا. أنا أتبرع $50. شكرا يا أم كمال. للعراق. ربي باركك يا أم كمال. شكرا. شكرا. نشكرك على محبتك وربي يعود عليك تعب محبتك. فيعني حقيقة سطلتيني شوي هيك إنه من النجف كان في ناس عم بيحضروا المؤتمر. يعني من خلفية غير مسيحية. أنا ممكن أحكي لك قصته بلا ما أقول لك باختصار. لا رح نختم برنامج دقيقتين ثلاثة. هذا أخ عرف الرب يسوع بدون ما أحد يبشره. نعم. و أنا سمعت بيته كان حد السيستيم. نعم. صح. وبعدين زوجته آمنت وأطفاله وعائلة مؤمنة حلوة تحب الرب يسوع وحاليا يخدمون الرب. أمين. وفي عائلة أخرى أيضا من الناصرية الزوج وزوجة كانوا على وشك الطلاق، لكن الأب كان يسمع إلى مونتي كارلو ويقرأ إنجيل، فتغيرت حياته من خلال كلمة الرب. وزوجته قالت له لو هذا مسيحك اللي حفظ بيتي أنا أيضا أؤمن بينه. أمين. فآمنت العائلة كلها في المسيح والآن يخدمون. فنشكر الرب، الرب عمله عظيم في العراق. يعني أنا سمعت قصته هذا من النجف الأخ اللي سمعت قصته حلوة كثير. انه كان عنده صديق عنده كتاب مقدس، بعد يعني بعد ما كان يشوف انه عنده عم بيصارع، عنده اسئله كثير عم بيسالها في داخله في عن ديانته، ولكن كان بده يفتش بده يعرف حقيقه. في واحد عنده كتاب مقدس صديقه هن بيشتغلوا بالاعلام. نعم. فقال له عندك عندي الكتاب مقدس حاطه عرف. قال له اعطيني اياه. قال له شو بدك فيه؟ قال له لك اعطيني اياه. اعطاه هذا الكتاب المقدس، قرأ انجيل متى. بس خلص انجيل متى قال له انا عرفتك مين انت يا يسوع. قال له عرفتك انا اللي عم فتش عليه، عرفتك مين انت ووجدتك، وانا هلا اني مسلمك حياتي. امين. وحده بدون ما حد يبشره بدون ما يسمع بشاره. ونشكر الله من اجله، بنصلي من اجله، عم نصلي من اجله بالكنيسه عندنا. امين. نحن كل اربعاء وكل جمعه بنصلي من اجل العراق بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام. امين. الرب يباركك. شكرا على محبتكم للعراق وتثقلكم بناحيه الشعب العراقي. انصاف نشكرك جدا من اجل خدمتك ومن اجل محبتك للرب يسوع، من اجل خدمه النفوس المحتاجه ليعرفوا عن الرب يسوع، واللي ابتدى معك وفيك هذا العمل الصالح سيكمل الى يوم. أمين. يسوع المسيح. أمين. امين. اعزائي المشاهدين اشكركم لحسن اتباعكم او متابعتكم هذا البرنامج. على امل نلتقي فيكم المره المقبله. أرجو لكم ملء البركة ولإلهنا كل المجد من الآن إلى دهر الدهور. آمين.